النشرة المسائية من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. لهيب الشاشات الكلامي أخمدت نيرانه من قصر بعبدة بلقاء صباحي جمع رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة الذي أشاع أجواء تفاؤلية بقرب انعقاد مجلس الوزراء، معلنا عن موافقة الرئيس عون توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بشكل فوري. وقد وقع الرئيس عون أيضا اليوم 16 قانونا كان مجلس النواب قد أقرها في جلسته الأخيرة. تبريد الأجواء وكبته أوساط مطلعة مؤكدة أن جو اللقاء بين رئيسي الجمهورية والحكومة كان جيدا، وأن الاتجاه يشير إلى الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء في الأيام المقبلة انطلاقا أولا من باب مشروع موازنة العام 2022. الأوساط المطلعة أشارت إلى أن ثمة تسوية انطلقت بالفعل بمحاذاة الأعداد الإعداد لدعوة الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، فانعقاد مجلس الوزراء تاليا، كما لفتت إلى أنه من البديهي عقب تلك الأجواء أن يكون من يطرح مشروع الموازنة هو وزير المال، مع الإشارة في هذا الإطار إلى أن وزير المال ينتمي إلى المكون الشيعي في الحكومة. واليوم طالب المطارنة الموارنة بإدراج الموجبات الوطنية الراهنة الملحة تبعا لسلم الأولويات، وأولها إعداد الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات النيابية وبعدها الرئاسية. في الملف الوبائي ووسط الارتفاع المخيف في الإصابات والوفيات بكورونا، رأس رئيس الحكومة اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا، حصل بعدها تشديد على القرار الذي اتخذ من قبل الرئيس مئاتي حول إلزامية اللقاح أو إجراء فحوص PCR للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والأمنية والإدارة العامة، على أن يكون هناك تشديد في تطبيق هذا الأمر. وكان كل من وزيري الصحة والتربية قبلا التحدي في قرار العودة إلى المدارس حضوريا، فقال الوزير الحلبي إن لا خيار إلا بالتعليم الحضوري وسيكون هناك عودة آمنة إلى المدارس، في حين أكد الوزير الأبيض أن إقفال المدارس يشكل كارثة في هذه الظروف، وأن الصحة النفسية الأفضل للطلاب هي بالعودة للمدارس. أضاف سنتشدد بتطبيق الإجراءات الصادرة، وقدمنا 10,000 فحص PCR مجاني لوزارة التربية داعيا إلى أخذ اللقاح. البداية من قصر بعبدة، فقد أعلن رئيس مجلس الوزراء نشيب ميقاتي بعد اجتماعه صباح اليوم برئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في قصر بعبدة أنه تم الاتفاق على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بشكل فوري، وكشف أن الموازنة العامة للعام 2022 باتت جاهزة، وأنه فور تسلمه إياها خلال اليومين المقبلين يصبح من الضروري اجتماع مجلس الوزراء لإقرارها وإحالتها على مجلس النواب، كما طمأن إلى أنه سيتم الإفراج اليوم عن الاستحقاقات المالية التي كان سبق ووعد بها لموظفي القطاع العام والإدارات العامة. معول إطلال السنة، بقول كل عام وأنتم بخير كمان مرة تانية لكل اللبنانيين، وإن شاء الله تكون سنة خير، لأنه اليوم حياة الاجتماع مع فخامة الرئيس بعتبر كان مثمر جدا. فاتفقنا أنا وفخامة الرئيس أولا حأودع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، ستفتح الدورة فورا من هلأ لحد ما تبدأ الدورة العادية. الأمر الثاني كمان أبلغت فخامة الرئيس أنه الموازنة العامة لسنة 2022 صفت حاضرة وتقريبا خالصة، وحأستلمها بهاليومين. فور استلامها صار من الضروري انعقاد مجلس وزراء لإقرارها، لأنها شرط أساسي أمام صندوق النقد الدولي ولكل المواضيع الإصلاحية اللي عم نقوم فيها. فكمان حندعي مجلس وزراء فور استلام الموازنة للنظر بالموازنة اللي هي أهم أمر للدولة بالوقت الحاضر وأرسلها لمجلس النواب. الأمر الثالث كمان اتفقت أنا وفخامة الرئيس على الإفراج عن كل الاستحقاقات المالية وخاصة للموظفين والإدارات العامة اللي وعدنا فيها أن نص شهر تشرين تاني ونص شهر كانون أول كمان سيفرج عنها اليوم بإذن الله. شكرا لكم، بقى إن شاء الله سنة خير. عاد التفاهم مع فخامة الرئيس على فتح دورة استثنائية، بالنسبة لمشاورات المتعلقة بانعقاد مجلس الوزراء، هل في عندكم معطيات؟ لا، بعتقد أنه الجدول الأعمال ووجود الموازنة
صفى أكثر من ضروري اجتماع مجلس الوزراء، وما بعتقد حدا حيتقاعص عن الحس الوطني تاعه. لجنة كورونا أكدت على موضوع استئناف العام الدراسي ودعت إلى الإقبال بكثافة على أخذ اللقاح. سهى شعبان. الواقع الوبائي وارتفاع عدد كورونا إضافة إلى تسديد الإجراءات وإلزامية اللقاحات مواضيع عرضتها لجنة كورونا في اجتماعها في السراي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وزير الصحة فراس الأبيض أعلن أن غالبية الحالات في لبنان من متحور أوميكرون الذي ينتشر بسرعة كبيرة داعيا إلى الإقبال بكثافة على تناول اللقاح. صار في تشديد على القرار اللي اتخذ من دولة الرئيس من الحكومة يوزع بموضوع إلزامية اللقاح أو إجراء فحص للبي سي آر للعاملين بالقطاعات إن كان الصحية أو التربوية أو الإدارة العامة أو الأمنية، وحيصير في تشديد في تطبيق هذا الموضوع. وزير الصحة أشار إلى إحاطة وزير التربية حول استئناف العام الدراسي الذي تبنته اللجنة. استئناف السنة الدراسية هو أمر يعني ضروري لا يعني لتلاميذنا ولطلابنا، مع اتباع التدابير اللي قمنا فيها بوزارة الصحة مع وزارة التربية لنأكد انه العودة حتكون آمنة. وهي للتذكير موضوع ان كان تأمين الكمامات، ان كان تأمين الفحوصات اللي حتجرى في المدارس، وكذلك موضوع ماراثون اللقاح اللي حيصير في نهاية هذا الأسبوع، واللي بالدرجة الكبيرة هو حيكون موجه ناحية القطاعات التربوية، لأنه نحن نتوقع أنه حيصير في زيادة في الحالات اللي ممكن تجي، ولكن إن شاء الله مثل ما شافوا غير بلاد هيدا ما يكون مصاحب بارتفاع كبير في حالات يعني العناية والوفيات. هلأ هوني بس أخيرا بدي شدد على أنه نحن في لبنان وفي كل العالم اللي عم نشوف أنه العدد الأكبر من الناس اللي عم يتوفوا أو عم بفوتوا على العناية هن من غير الملقحين، وهيدا يعني دعوة نحن للجميع لا حتى نحن نروح وناخد اللقاح. الوزير الأبيض أكد الاستمرار في الإجراءات في المؤسسات السياحية، مشيرا إلى أن الإصابات الداخلية تجاوزت إصابات القادمين عبر المطار. وزير التربية يشدد على العودة الآمنة إلى المدارس وسائر المؤسسات التربوية في العاشر من الشهر الحالي، ووزير الصحة يوضح أن إقفال المدارس يشكل مأساة، لذلك قابلنا التحدي مع التشدد بالإجراءات الوقائية ضد متحورات كورونا. حتى البلدان التي تشكو من كورونا بشكل كبير تعتمد التعليم الحضوري، عنوان أساسي أكد عليه وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بعد لقائه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في بعبدة. تشرفت اليوم بلقاء فخامة رئيس العماد ميشيل عون لمتابعة الوضع التربوي العام والصعوبات التي يعانيها أفراد الهيئة التعليمية وسائر الموظفين للوصول إلى أماكن العمل والتدريس ولتلبية الحد الأدنى الممكن من متطلبات الحياة في الظروف الراهنة الفائقة الصعوبة. وفي وقت لاحق عقد الحلبي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الصحة فراس الأبيض في مبنى وزارة الإعلام، ناقشوا خلاله البروتوكول الصحي وأهمية الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وفتح المؤسسات التربوية. إننا نمضي نحو فتح المدارس وسائر المؤسسات التربوية والجامعات في العاشر يوم الاثنين القادم، في العاشر من الشهر الحالي، بالتوافق مع وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية وجميع الشركاء من المنظمات الدولية ضمن المعايير المحددة صحيا، وأن الهدف الأساسي هو الإفادة من التجارب العالمية بإبقاء المدارس مفتوحة مع التقيد بالإجراءات للحد من أي تبعات في حال الإصابة. وبدوره أكد وزير الصحة فراس الأبيض أن السلامة النفسية للطلاب تصان عبر عودتهم الآمنة والصحيحة إلى مدارسهم، مشيرا إلى أن اللقاح هو الأمان الوحيد خلال هذه المرحلة من انتشار الوباء. اليوم عم نقدم لوزارة التربية 10,000 فحص بي سي آر مجانا لدعم المدارس الرسمية، وهذه تجرى هالفحوصات
بمختبرات المستشفيات الحكومية، ويتم وضع آلية بالتنسيق بين الوزارتين كذلك لدعم يعني هذه الخطوة، لأنه نحن بهمنا أنه الجميع يعرف أنه نحن مش داخلين على موضوع فتح المدارس باستلشاء، ولكن نحن واعيين لهالموضوع وعم ناخد الإجراءات لضمان حماية الجميع. كما تحدثت في المؤتمر ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان دكتورة إيمان الشنقيطي، التي أكدت على ضرورة العودة إلى المدارس بالتزامن مع تكثيف التسجيل لتلقي اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا. كما رأس الرئيس ميقات اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفايات بمشاركة الوزراء يوسف خليل، بسام مولوي، ناصر ياسين، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس بلدية بيروت جمال عيداني، رئيس مجلس الإنماء والأعمار نبيل الجسر، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. وجرى البحث في اقتراحات حلول لموضوع رفع النفايات في مدينة بيروت وملف المتعهدين المعنيين. رفض وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية تخصيص وزارة الأشغال بأربعين مليار ليرة الواردة في اقتراح وزارة المالية لموازنة العام 2022، مطالبا برفعها إلى 750 مليار ليرة لتأمين الحد الأدنى للصيانة، مشددا على أن موازنة العام 2022 يجب أن تلحظ معيارين أساسيين: السلامة العامة والنمو الاقتصادي وتفعيل المرافق. من 16/9 حتى اليوم ما فاض لا نفق ولا طريق، لأنه اشتغلنا من اللحم الحي وعملنا، ومع العلم العقود انتهت مع المتعهدين، انتهت مع المتعهدين، اشتغلنا على الطريقة اللبنانية، طول بالك معليش إلى آخره، نزلت وزارة الأشغال على العام والنقل اللي كتبناه على الورق تبعنا تنفيذه على الأرض. نحن الدولة اللبنانية كامل الأراضي اللبنانية موزعين 8 مناطق جغرافية، وبينعمل 8 دفاتر شروط بتشبه بعض، اللي بيختلف هو جغرافية كل منطقة. وبالتالي من أوتستراد خلدي الأول للنقورة، ضاحية بيروت الجنوبية، دوار أبو علي الحدود السورية، ضاحية بيروت الشمالية، جوني، الكازينو، طرابلس، في 8 مناطق جغرافية أنا حوزعهم بالإعلام دوكيمنتد موثقين بالأرقام. عددنا في دفتر الشروط، أرسلنا إلى إدارة المناقصات بالأرقام، هعطيكم أنا رقم الإحالة، تاريخ الإحالة إلى إدارة المناقصات. طيب في مواقع، 3 مواقع رست بشكل مؤقت على عارض واحد، في أماكن لم يتقدم أي عارض، أي أحد لم يتقدم، وأماكن عارض واحد. وبالتالي قانون المحاسبة العمومية بيقول لي إذا تقدم عارض واحد ما فيك تمشي بالمناقصة. في دراسات رقمية صارت عندي، قادر حصل 250-300 مليون دولار إضافة إلى الخزينة العامة دون المساس بجيوب المواطنين، لا من قريب ولا من بعيد. السفينة السيادية للدولة اللبنانية هي بتحسين مرافقها، زيادة إيراداتها، تحسين الخدمات، زيادة الخدمات. وبالتالي أنا إن شاء الله كمان حيكون في مؤتمر صحفي لموضوع بالتفصيل وبالأرقام كيفية رفض الخزينة العامة بالدولار اللي قصدته أنا بالأول. الأملاك العامة البحرية كمان حيكون في مؤتمر صحفي للأملاك العامة البحرية، أنا مش تأخرت. نحن خلال أسبوعين الشعب اللبناني جميعا حيكون عنده بالأرقام الدقيقة جدا التي لم تكن موجودة قبلا بالنسبة للأملاك العامة البحرية، بالمحافظات، بالمتر المربع، بالمال، بالتفصيل الممل. نحن نعتمد الشفافية بعملنا إلى أبعد الحدود وفقا للقانون. حياتيا وإلى أسعار المحروقات، فقد أكد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج لبراكس لتلفزيون لبنان أن سعر صفيحة البنزين سيرتفع حتما ليصل خلال الأسبوعين المقبلين إلى 400,000 ليرة لبنانية. هلأ شو شايفين للمستقبل؟ أكيد شايفين بعد ارتفاعات، لأنه البرميل النفط برا بده يأثر بعد الأسابيع اللي جاية على سعر المحروقات وبالجدول، ونفس الوقت الدولار مني شايف بده يتراجع خصوصا بالأزمات السياسية وتشاجم السياسي، هذا بيزيد الضغط على الدولار ويزيد الطلب عليه وتقل الثقة وبيرتفع سعره. هلأ لوين بده يوصل بالأيام والأسابيع اللي جاية؟ بتصور انه مفروض يبلش يتحضر المواطن اللبناني انه عتبة 400,000 واصلين لا محالة، ما كان الأسبوع القادم، الأسبوع اللي بعده، وإن شاء الله ما نوصل، إن شاء الله يصير في
شي اجراءات تخلي سعر صرف الدولار يتراجع، بس للاسف هيدا الوضع. مشان هيك عم نقول لنتفادى البلبله، لنتفادى الخلافات مع وزاره الطاقه، لنتفادى الخلافات مع الشركات، لنتفادى انه يصير في خلاف مع المستهلك ومحطات تسكر وتشح كميات بالمحطات ونرجع لمشاهد مش حبيناها. مصرف لبنان لو هو بيأمن الدولار بحب السعر بده اياه، مش مطلوب منه يدعمه، وبيترك القطاع المحروقات يتاجر بالليره اللبناني بيع وشراء، هيك بيوصل للمستهلك بدون اي بروبليم، ضل في استقرار. هلا لك وينه؟ الجدول طلع على اساس 28.800 سعر الدولار 15%، اليوم ب 30,000، حاطين خساره نحن المحطات 2500 ليره بكل تنكي. وهيدي بكره كل ما زادت النسبه للاستيراد كل ما بدها تزيد وبدها تجيب الازمات. مشان هيك بطلب من رئيس الحكومه، بطلب من حاكم مصرف لبنان يفكروا بهالمناشدات اللي عم ناشد فيها ومش رح وقف ناشد فيها. والمحلل المالي الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل يتخوف من تفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء مع غياب أي حلول سياسية واقتصادية في المدى القريب. ندى الحوت. بالأمس تخطى سعر صرف الدولار ولأول مرة 30,000 بالسوق السوداء، هل برأيك هيدا الموضوع فعلا رح بيصير فيه تفلت أكثر وأكثر، والأسباب برأيك؟ هذا يعني أنه لم تتخذ بعد السلطات أي إجراء لبدء استعادة الثقة وبالتالي إعادة تدفق رؤوس الأموال إلى لبنان وتوافر السيولة بالعملات الأجنبية. النقطة الثانية، ارتفاع حدة الخطاب السياسي باليومين الماضيين أدى إلى تداعيات على سوق القطع بالسوق الموازي، بس نحن نعرف كمان أنه هذا السعر اليوم هو سعر اصطناعي وليس مبني على العرض والطلب، هو مبني على تدخل المضاربين والصيارفي الغير شرعيين بالسوق الموازي في غياب الإصلاحات والخطوات الملموسة لإعادة الثقة وإعادة تدفق رؤوس الأموال إلى لبنان. اليوم نحن مع انسداد الأفق السياسي مثل ما عم تقول حضرتك، واضح حتى اليوم ما في ولا بادرة أمل سياسيا، رايحين نحن على أنه يتخطى بعد 30,000؟ لا، ما في يقول ما في بادرة أمل سياسي. إذا في إرادة سياسية لإعادة اجتماع مجلس الوزراء بيكون في بوادر إيجابية، لأنه هيدا بيعطي الضوء الأخضر لمناقشة خطة التعافي الاقتصادي وإقرارها من قبل مجلس الوزراء وبدء رسميا التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف الوصول إلى اتفاق تمويلي إصلاحي مع الصندوق قبل اقتراب استحقاق الانتخابات النيابية. هيدا أول سيناريو. تاني سيناريو، إذا بتضل العوائق السياسية أمام اجتماع مجلس الوزراء ومفاوضات أمام صندوق ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بدنا نستمر بالوضع الحالي الضبابي، وبالتالي الأمور يعني رح يضل في سوق موازي وتعدد لأسعار صرف الدولار بالاقتصاد اللبناني، ورح يضل في إمكانية للمضاربين والصيارف الغير الشرعيين أنه يتحكموا بسعر صرف الدولار بالسوق الموازي إن كان صعودا أو انخفاضا. أبدى المطارنة الموارنة في بيان بعد اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي ارتياحهم إلى التقدم النوعي الجدي للمفاوضات التي تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولي، ودعوا إلى الإسراع في إنجاز الاتفاق المالي الإصلاحي الذي يترقبه لبنان والدول الصديقة، وأن يبادر مجلس الوزراء إلى إبرامه بعيدا عن التعقيدات الطارئة التي حالت دون انعقاده وإلى استئناف تحمله لمسؤولياته كاملة. يطالب الآباء بإدراج السلطتين الاشتراعية والإجرائية الموجبات الوطنية الراهنة الملحة تبعاً لسلم الأولويات، أولها إعداد الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات النيابية ومن بعدها الرئاسية بجدية وروح ديمقراطية، ومحور هذه الأولويات الإصلاح ومحاربة الفساد لئلا يؤدي التوسع في الاهتمامات إلى تشتيت فعالية الإنتاج وتبديدها، ولا سيما بعد اعتراف مسؤولين كبار بشبه تفكك الدولة وتبعثر القرار فيها.
رئيس الجمهورية العماد عون وقع قبل ظهر اليوم 16 قانونا كان قد أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة، وأحيلت بعد التوقيع إلى الجريدة الرسمية لنشرها وفق الأصول. وفي قصر بعبدة النائب مصطفى حسين تمنى على الرئيس عون المساعدة في إعادة النظر بقرار منع صيادي الأسماك في عكار من الخروج إلى البحر، وأمير الرحمة يرى وجوب وأهمية الذهاب إلى حوار شامل. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أجرى مع النائب مصطفى حسين جولة أفق في التطورات الحكومية وموضوع الانتخابات النيابية، إضافة إلى حاجات منطقة عكار الاجتماعية والصحية والإنسانية. وأشار النائب مصطفى حسين إلى أنه راجع الرئيس عون في القرار الذي أصدرته قيادة الجيش بمنع الصيادين في منطقة العبد من الخروج إلى البحر لصيد الأسماك، متمنيا إعادة النظر بالقرار لأن صيد السمك هو مصدر الرزق الوحيد الذي يعتاش منه هؤلاء الصيادون. وقد وعد الرئيس عون بمتابعة الموضوع مع الجهات المختصة. رئيس الجمهورية عرض الأوضاع مع النائب السابق إميل رحمي الذي تمنى لفخامة الرئيس أعياد مباركة وسنة جديدة فاتحة خير للبنان واللبنانيين. رحمي رأى أنه في كل السجالات والمواجهات تبقى هناك فسحة ضوء ويمكن النفاذ منها للبحث معا في إمكانات إنقاذ وطننا وتغليب المصلحة العامة على خلافاتنا أيا تكن درجة عمقها، ومن هنا وجوب تجاوز كل الاعتبارات والذهاب إلى حوار شامل حول كل الموضوعات والعناوين الخلافية من دون أن يكون ذلك بديلا عن مجلس النواب والوزراء وكل المؤسسات الدستورية. وجدت لدى رئيس الجمهورية أنه متألم جدا للوضع الذي بلغته البلاد، وأكد أنه لن يدخر وسيلة من أجل الخروج من الأزمة، وأنه واع لمسؤولياته وسيمارسها وسيواصل تحركه في غير اتجاه لإيجاد الحلول التي من شأنها تقليص معاناة الناس. وأشار النائب السابق رحمي إلى أن الرئيس عون سأله عن ملابسات سرقة المنزل الأثري للشاعر خليل مطران في بعلبك مدينا مثل هذا العمل، ومؤكدا على الأجهزة الأمنية وجوب ملاحقة الفاعلين ومعاقبتهم. ومن عين التيني الرئيس فؤاد السنيورة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر أن المطلوب التبصر والحكمة والرغبة الصحيحة في خدمة المواطنين للخروج من الأزمات. رئيس مجلس النواب نبيه بري التقى في مقر رئاسة الثانية في عين التيني الرئيس فؤاد السنيورة الذي رأى أن إيقاف الانهيارات يتطلب أكثر من الإجراءات المالية والاقتصادية النقدية والإدارية، إذ يجب معالجة المشكلات السياسية وعودة المؤسسات الدستورية إلى العمل أي المجلس النيابي والحكومة من أجل النظر في إقرار الموازنة العامة وغيرها من المشاريع. أنا على ثقة أننا إذا مارسنا القدر المطلوب من التبصر والحكمة والرغبة الصحيحة في خدمة مواطنينا فإننا نستطيع حتى مع كل ما جرى نستطيع الخروج، ولكن هذا الأمر يتطلب فعليا إرادة حقيقية لا تتزعزع ولا تتوقف. أما فيما يتعلق في العلاقة مع أشقائنا العرب، والحقيقة أود هنا أن أذكر أمرا بغاية الأهمية، وهو أن لبنان لطالما كان قائما على أساس أن تكون هناك فعليا سياسة نأي بالنفس عن الخلافات وعن المحاور الإقليمية. الحقيقة أن الدول العربية لم تمنن لبنان في علاقتها إطلاقا ووقفت إلى جانبه، ولكن لو لم يكن هناك وقوفا حقيقيا من قبل الدول الخليج العربي خلال العام 2006 لما أمكن إعادة إعمار كل ما دمر خلال تلك السنوات. رئيس المجلس بحث مع سفير العراق لدى لبنان حيدر شياع البراك الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين، وعرض الرئيس بري الأوضاع المالية والاقتصادية خلال لقاء الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود. رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي التقى سفير تركيا في لبنان وجرى البحث في العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة. الرئيس ميقاتي اجتمع برئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت لمناسبة التجديد له في رئاسة الشركة، وقد عرض الحوت خطط الشركة للسنوات المقبلة وتأمين استمراريتها واستمرارية النقل من لبنان وإليه. ومن زوار السراي النقيبة السابقة لأطباء الأسنان في طرابلس رولا ديب خلافة التي أعلنت أن طرابلس هي أم
الحضارات وهي بحد ذاتها متحف حي، وعرضت على الرئيس ميقاتي مشروع إقامة متحف في خان العسكر في المدينة مثل المتحف الوطني في بيروت. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه ليس مرشحا لرئاسة الجمهورية بالمعنى الكلاسيكي، أما بالمعنى الطبيعي نعم أنا مرشح، إذ أن رئيس القوات هو رئيس أكبر حزب مسيحي في لبنان بالوقت الراهن، لكن القضية الأهم اليوم وقبل الوصول إلى الرئاسة هو إيجاد جمهورية فعلية. جعجع وفي حديث تلفزيوني شدد على أن إعادة مشهد اتفاق مع راب وإيصال النائب جبران باسيل رئيسا للجمهورية غير ممكن، لأن ما حصل مرة نتيجة تقاطع ظروف معينة في حينها لن يتكرر اليوم، فذاك حدث يحدث مرة بالألف. وقال إن القانون اللبناني هو حدود الجيش اللبناني وهو يتصرف حسب هذا القانون. رئيس حزب القوات اللبنانية اعتبر أن المواجهة أكبر من مواجهة شيعية سنية، بل بين مشروعين سياسيين، وأن المواجهة بين دول الخليج وإيران قائمة ومستمرة منذ زمن. أصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي تعميما يتعلق بمهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها وتسجيل اللوائح للانتخابات النيابية العامة لعام 2022. لذا على كل من يرغب في الترشح يقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين خلال مهلة تبدأ من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 10/1/2022 وتنتهي في يوم الثلاثاء الواقع فيه 15/3/2022 تصريحا بالترشيح موقعا لدى الكاتب العادل وفق نموذج معد من قبل الوزارة. النشرة مستمرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. وإلى الأخبار الأقليمية والدولية، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية إنه بدأ استهداف مواقع مشروعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء استجابة لتهديد بطائرات مسيرة على المملكة. وقال التحالف إلى إنه دمر ورشتين لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة ومخزنين للطائرات المسيرة. إلى ذلك أعلنت شركة النفط اليمنية إن التحالف قيادة حول مسار سفينة وقود خامسة كانت متجهة إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون إلى ميناء سعودي. استهداف قوات التحالف الدولية في بغداد بعدد من الصواريخ. ورئيس الوزراء العراقي مصطفى القادمي يقول إن أطلاق صواريخ على معسكرات عراقية أمر عبثي. استهدف صاروخ أتيوش الأربعاء قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي دون تسجيل إصابات بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر أمنية وعسكرية محلية. هذا وأعلنت خلية الإعلام الأمني عبر حسابها في تويتر عن سقوط صاروخ على معسكر النصر في مطار بغداد الدولي، حيث يتواجد عدد من المستشارين من التحالف الدولي، كاشفة أن انطلاق الصاروخ كان من حي الجهاد. كما عثرت القوات الأمنية على منصة لإطلاق الصواريخ عثرت على صاروخ لم ينطلق من عيار 240 مليمتر وتم تفكيكه وتسليمه إلى مديرية الأدلة الجنائية. وذكرت معلومات أن الاستهداف تم بواسطة 4 صواريخ كاتيوشا، وأن منظومة الدفاع الجوي سيرام تمكنت من إسقاط 3 منها، فيما سقط الرابع بالقرب من قاعدة عسكرية تضم مستشارين تابعين للتحالف الدولي. ويأتي الهجوم عقب ساعات من استهداف قاعدة عين الأسد العراقية غربي البلاد بطائرتين مسيرتين تمكنت أسلحة الدفاع الجوي من إسقاطهما دون أن تنجم عنهما أي خسائر بحسب خلية الإعلام الأمني العراقية. إشارة إلى أن هذا الهجوم هو الثالث خلال يومين بعد هجوم مماثل الاثنين، تزامن مع الذكرى الثانية لمقتل المسؤول العسكري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بضربة أمريكية قرب مطار بغداد في كانون الثاني 2020. رئيس كازاخستان يقبل استقالة الحكومة ويعين علي خان إسماعيلوف إثر احتجاجات شعبية على ارتفاع سعر الوقود. حال من الفوضى تعم كازاخستان، محتجون اقتحموا مباني حكومية بعد استقالة الحكومة في أعقاب غضب شعبي على زيادة أسعار الوقود، بحيث اندلعت الاحتجاجات بعد أن رفعت السلطات أسعار غاز البترول المسال في بداية العام
وهو وقود سيارات يستخدمه السكان بدلا من الغاز الطبيعي بسبب انخفاض تكلفته. رئيس البلاد قاسم جومار توكايف الذي قبل استقالة الحكومة أعلن عن وقوع خسائر في صفوف قوات الأمن خلال التظاهرات في وقت حاولت قوات الأمن فرض سيطرتها. قائد شرطة مدينة المأتا اتهم من سماهم بالمتطرفين والمتشددين بمهاجمة حوالي 500 مدني ونهب مئات الشركات، وأضاف في بيان أن الشرطة والحرس الوطني ووحدات الجيش يشاركون في العملية الأمنية. الاشتباكات المندلعة بين محتجين وقوات الأمن هزت صورة كازاخستان كبلد مستقر سياسيا ويخضع لسيطرة محكمة، والتي كان لها الدور الكبير في جذب استثمارات أجنبية بمئات المليارات من الدولارات في قطاعي النفط والمعادن على مدى 3 عقود منذ الاستقلال. في أول تعليق روسي على مجريات الأوضاع، لفت ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إلى أن كازاخستان تستطيع حل مشاكلها بنفسها، ومن الضروري عدم التدخل الخارجي في شؤونها. خفر السواحل الياباني تقول إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا تجريبيا، ووزير الدفاع يؤكد في وقت لاحق أن الصاروخ حلق لمسافة 500 كيلومتر. أطلقت كوريا الشمالية ما يشتبه في كونه صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي، فيما يسلط الضوء على تعهد زعيمها كيم جونغ أون في العام الجديد بتعزيز الجيش للتصدي لوضع دولي غير مستقر. وقال خفر السواحل الياباني إن تجربة قد تكون لصاروخ باليستي، فيما أعلن وزير الدفاع في وقت لاحق أن الصاروخ حلق لمسافة 500 كيلومتر. وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت ما يفترض أن يكون صاروخا باليستيا من موقع بري باتجاه البحر. وأضافت في بيان: يحافظ جيشنا على وضع الاستعداد تحسبا لإطلاق إضافي محتمل، ويراقب في الوقت نفسه الوضع عن كثب بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة. وكثيرا ما شملت التجارب الصاروخية الكورية الشمالية في الآونة الأخيرة إطلاق صاروخين أو أكثر في التجربة الواحدة. وعقد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية اجتماعا طارئا، وعبر عن القلق لأن الإطلاق جاء في وقت يعتبر فيه الاستقرار الداخلي والخارجي مهما للغاية، ودعا كوريا الشمالية إلى العودة إلى المحادثات. وتحظر قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جميع التجارب الصاروخية الباليستية والنووية لكوريا الشمالية وفرض عقوبات بسبب البرنامج. وإلى الصفحة الرياضية مع الزميل داني حرب. قال المسؤولون ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس أنه ما رح يكون في معاملة استثنائية لنوفاك ديوكوفيتش للسماح له بالمنافسة بأولى بطولات الجراند سلام هالسنة، ولكن مدير الدورة كريك تايلي أضاف أنه منه بوضع للكشف عن معلومات اللاعب الطبية. أعلن كريستيان إريكسون عن هدفه باللعب بمونديال قطر هالسنة مع منتخب دنمارك، لا سيما بعد ما تعرض اللاعب البالغ من العمر 29 سنة لسكتة قلبية ضد فنلندا بيورو 2020، واعترف من وقته أنه توفى لمدة 5 دقائق. وقال كريستيان أنه قلبه منه عقبة أمامه، وإذا تم اختياره بالمنتخب فهو رح يكون فرح بالأمر بغض النظر، وأنه عنده جهاز بقلبه. قال اللاعب البلجيكي الدولي رومالو لوكاكو لاعب تشيلسي انه رح يعمل على استعادة ثقة ناديه بعد مقابلته وسائل الاعلام الايطالية، بعد ما ذكر اللاعب انه غير راضي من دوره تحت قيادة المدرب توماس توخيل، واصر انه هو ملتزم مع ناديه بنسبة بتوصل 100%. طلب ليفربول من الدوري الانجليزي الممتاز للفوتبول اعادة جدولة مباراة الذهب من نصف نهائي كأس رابطة الاندية الانجليزية ضد ارسنال بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 بالنادي حسب ما ذكر الفريق. قاد لبرون جيمس فريق لوس أنجلوس ليكرز وألهمه بمباراته ضد ساكرامنتو كينجز لما فاز الفريق بنتيجة 144 مقابل 122 على ملعب crypto.com بعد ما سجل 31 نقطة و14 بالربع الأخير ليتحسن سجل ليكرز بالبطولة ل20 انتصار مقابل 19 هزيمة
بينما من نفع مئات دا آرون فوكس 30 فريق كينجز اللي عرف خسارته 23 مقابل 16 فوز. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.